مجددا يعود خان الجمرك التراثي في قديمة الموصل إلى فتح أبوابه أمام رواده من المتبضعين. أبو زكريا صاحب أول محل في الخان أعاد فتح متجره المتواضع ويروي للتغيير حكايته مع طبيعة المكان. بالنسبة لي أول واحد جاء فتح بخان الجمرك واللي يعتبر من أقدم الخانات اللي بالموصل، يعني عمره فوق 300 سنة. بس أنا محلي تعرف أبيع بيه عطور معطرات كذا، هاي الشغلات اللي إحنا يسموها اليوزبقية. أرادوا أن يعيدون الحياة إلى هاي المنطقة المنكوة. اشتهر الخان الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 300 عام أبان العهد العثماني بتواجد أصحاب المهن الموصلية القديمة والبازارات والأعمال اليدوية التي ما زالت المدينة تحتفظ بجزء كبير منها لما تشكله من تراث حضاري والذي سيعيد للمدينة ألقها وتراثها. هذا الخان على مدى العصور وخصوصا بعد سنة 90 كان استخدم كمخازن للبضائع، وبعضه استخدمناه كمحلات، وفي الفترة الأخيرة تعرض إلى دمار كبير في عمليات التحرير. يعني كان سوق متنوع كبير جدا، وترتاد المناطق الغربية بصورة يعني خاصة. أعيد إعمار هذا السوق بجهود ذاتية من قبل عائلة الجليلي وفق الطراز القديم الذي كان عليه، لكونها توارثت ملكيته منذ إنشائه بإشراف من دائرة الآثار في نينوى، كونه يعد من التراث الموصلي فجدرانه تحمل عبق الماضي بكل تفاصيله. هذا الخان شيده إسماعيل باشا وشقيقيه إبراهيم أغا وخليل أغا أولاد عبد الجليل سنة 1114 هجري، ما يقارب 314 أو 15 سنة. تم إعادة هذا الخان على نفقة عائلة الجليلي الخاصة وبإشراف من دائرة التراث والآثار، إشراف مباشر، وكانوا حقيقة متعاونين جدا. أهالي الموصل وبجهود ذاتية أعادوا خان الجمرك وسط دعوات بإعادة بقية الشواهد التي تنتظر الإعمار من قبل الحكومتين المركزية والمحلية. من الموصل قاسم الزيدي، التغيير.